السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم يا شباب. النهاردة introduction، هناخد introduction لسلسلة Your Guide to Network. السلسلة دي أنا عاملها لمين؟ أوكي، أولا أنا السلسلة دي عاملها لأي طالب بيدرس في كلية الهندسة أو حاسبات ومعلومات، أو حتى لو في تجارة أو في آداب، أنا مش يعني أو حتى مش طالب كمان، أي حد لو حتى هو متخرج. اوكي، فانا مش مركز على فئه معينه، انا بركز الفئه فعلا انا مركز عليها، الفئه اللي هي بتحب الكمبيوتر واللي هي عايزه تتعلم كمبيوتر. اوكي، بقدمك لي او بعرفك على مجال مفتوح، مجال كبير جدا، مجال مربح جدا، مجال السوق فعلا يعني محتاج المجال ده باقصى شده. تمام، المجال ده هو مجال النتورك. اوكي، هنتكلم في السلسله دي اوكي عن كذا فيديو. اول فيديو هنتكلم عن الانهانسر سيرفيس، ازاي تقدر تحسن نفسك وايه الركائز اللي انت لازم تستند عليها، ايه الحاجات اللي تنميها جوه ذاتك، لان الحاجات دي هي اللي الشركات بتدور عليها، فانك تنميها انت كده بترفع فرص قبولك في شغل لاي شركة انت تقدم بيها. اوكي، طيب في هنتكلم برضو عن مدخل لعالم الشبكات، انتروداكشن ليها، معناها ايه، التراك بتاع الشبكات، هنتكلم برضو عن السيرتيفيكيشنز في الشبكات، الشهادات بتاعتها. هنتكلم برضو عن فيديوهات كده مستقلة لثلاث تراكات او اهم ثلاث تراكات موجودين في النتورك كلها، تراك الراوتنج والسويتشنج، تراك السكيورتي، تراك البويس. هنطبق تراك يعني اتنين اتاك، او هنهاك من الاخر بالبلدي كده، هنهاك على وايرلس اكسس بوينت، هنهاك على او هنعمل كراك للباسورد بتاعه، وهنوصل للباسورد بتاعه. هنهاك على راوتر وهنكسر الباسورد بتاعه، يعني هنعمل شويه تراكس كده في السكيورتي، هنعمل اتاكينج على وايرلس اكسس بوينت، وهنعمل اتاكينج على راوتر، سيسكو راوتر. اوكي، وبرضو في الفيديو الاخير خالص هقول لك على البلان بتاعتك، هتكون ازاي، تبدا ازاي، تمشي ازاي، وحاجات اكتر ان شاء الله. اتمنى ان السلسله تعجبكم ان شاء الله، وانا دايما طبعا احب الفت انظاركم ان انا الانترودكشن دي بتكون اخر فيديو بعملها في اي سيريز انا بعملها، يعني انا لما اجي اسجل مثلا اي سيريز اوكي، الانترودكشن بالنسبه لي هي بتكون اخر فيديو بسجله، لان في الفيديو اللي انا بسجله ده انا ببقى عارف من الاخر انا سجلت لك ايه واديتك ايه، فانا بحطه لك في الانترودكشن، انت هتاخد كذا وتاخد كذا وتاخد كذا. اوكي، بنلاحظ ان انا ما بدكش في الفيديوهات دي كورس نتورك، يعني انا ما بدكش سي سي ان اي، ما بدرسلكش المنهج الرسمي بتاعها او اي منهج لاي شهاده انا حاططها في السيريز دي، انا فقط بديك اوفر فيو عامه جدا. اوكي، باذن الله تعالى احنا هنبدا كورس سي سي ان اي راوتنج اند سويتشنج، بعديه كورس فويب، بعديه كورس سكيورتي. اوكي، الثلاث كورسات دول هنبداهم وهيكون مجاني ان شاء الله لطلبة هندسة عين شمس، دي الأولوية كده رقم واحد. وبعد كده يعني أنا في ناس كتير كلمتني إن أنا أفتحها للجامعات التانية، ولكن ده هنتوقف بس على حسب الوقت، يعني الوقت ده اللي بيبقى المشكلة بالنسبة لي، لأن أنا مش هقدر أحط فوق عدد معين داخل كل مجموعة، لأن طبعا هيتعبني جدا لو العدد كبير وقت يعني التدريب العملي. أوكي، أتمنى يكون الفيديو إن شاء الله عجبكم، والسيريز كلها تعجبكم إن شاء الله. تابعوني على الفيسبوك، استفساراتكم نشير مع بعض اي حاجة انتم مش فاهمينها في الفيديوهات، واشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.